الإسلام تقريبا تم اختطافه، ديننا مختطف يا أخي على أيدي بعض المشايخ والاتجاهات والمتنطعين. ديننا هذا الآن بدأ يخرج جيلا. أنا أقول لكم أنا مرعوب، وقلت هذا أكثر من مرة، وما عدت واثقا، ما عدت واثقا بمن أرى من المسلمين أنهم طيبون ورحيمون وجيدون. أسأل الله أن يكونوا أحسن مما أظن وأحسن مما أتشائم، لكن يبدو لي، بدأ يبدو لي أنهم طيبون ووادعون كذا، لأنهم مكبوتون، لأنهم في قوة القانون، في قوة الدول. لكن حين ترتفع سطوة الدول كما في العراق، كما في سوريا اليوم، كما في أي مكان، يا رجل ترى وحوشا، ناس تقطع الرؤوس، أطفال يعلمون كيف يقطعون الرؤوس مع التكبير دائما. يا أخي لا تكبروا، لا تكبروا، كرهت الناس في دين الله تبارك وتعالى. أكباد تؤكل، قلوب تؤكل وتمضغ، والله أكبر، ما شاء الله. بالأمس الحادثة أمرضتني هذه التي أيضا في بريطانيا، للأسف للأسف قطعوا هذا الجندي. أنا لم أتابع، لم أستطع أن أتابع، لكن سمعت أحدهم قال لي حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أخي حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله في مشايخنا وعلمائنا الذين بثوا ولا يزالون يبثون روح الكراهية، يكرهون المسلمين بعضهم في بعض، يكرهون المسلمين في العالمين، كأن دين رسالته نشر الكراهية. هؤلاء ملاعين، هؤلاء صليبيون، هؤلاء مش عارف ايه، هؤلاء أعداء الله، هؤلاء الكفار، نحن ما شاء الله نحن أصبحنا لا نرى أحدا، نحتقر عباد الله، نحتقر البشرية من عندي آخرها، أصبحنا أكفر الناس بالنعم، كأنه أكفر إنسان بنعمة الإنسان هو المسلم اليوم، تعيش في ظلهم أيها الإخوة، سواء في بريطانيا، في ألمانيا، في جهنم، في أي مكان تعيش في ظلهم، تأخذ الأمان، تأخذ النقود، تأكل من أموال ضرائبهم، ثم بعد ذلك كفار، وأي فرصة تليح لك أنا سأقتلهم، سأجزرهم. أي دين هذا يا أخي؟ أي فقه هذا؟ لذلك لابد أن أعقد خطبة صارخة نارية أسميها أيها الإخوة فقه الجريمة، فقه الإجرام. أيها الإخوة هذا فقه إجرام، ولو تقفوا لو أنكم وقفتم على بعض كيفيات استدلال هؤلاء الذين يعتبرون قادة لهؤلاء الشباب التائه الضال الحائر الذي فقد إنسانيته، شباب فقد إنسانيته باسم ماذا؟ باسم الدين. أي دين يا أخي؟ أي دين؟ دين جنكيز خان؟ دين الياسق؟ اللهم خلص ممتاز، جنكيز خان هذا، كتاب جنكيز خان هذا، أهلا وسهلا. لكن دين القرآن إلا رحمة للعالمين، دين محمد ابن عبد الله أرحم عباد الله بالله يا أخي. نسينا محمد، وماذا فعل محمد؟ لا نتعلم إلا الضحوك القتال، خطباء معاتيه لن أصفهم بأقل من هذا، والله معتوهون، والله وأنا أعلم برسول الله، والله إنهم معتوهون. يخرج على المنبر يا أخي تكريه، فقه تكريه، علم تكريه، ترى مسلمين تطرح عليهم السلام لا يردون عليك السلام، لا يجيبون، من أنت؟ يحتقرونك لأنك ربما تلبس بدلة، لحياتك ليست إلى السرة أو شيء غريب يا رجل. ما هذه الأمة؟ ما هذا الجنون الذي نحن فيه؟ وانتظروا فقط كما قلت لكم أن ترتفع أو تنفرج قليلا، تخف قبضة السلطة في أي مكان عن هؤلاء المسلمين حتى ترى ماذا يفعل بعضهم بعض، القتل والذبح وأكل الأكباد والقلوب والإجرام. والله أكبر، والله أكبر، الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم وعلى هذا الفقه وعلى هذه الطريقة. اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء ونسألك الهداية لهم وأن تسلك بهم سبيل المحسنين، فقد أساءوا إلى أنفسهم وإلى الدين، أساءوا إلى الدين وإلينا وإلى محمد رسول رب العالمين، والله أساءوا إلينا كثيرا، أساءوا إلى دين محمد يا أخواني. إحنا الحمد لله عايشين هنا في أوروبا، وادعين مطمئنين موفورين بفضل الله، والله العظيم لا يعتدى علينا لا من سلطة ولا من شعب، الشعب الكافر، السلطة الكافرة، الملاعين،